الحكومة الكندية تبعث برسائل إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية في البلاد لأخذ رأيها بشأن طبيعة ومواضيع الحوار السياسي الذي تسعى إلى إطلاقه. وزراء في حكومة الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فورون سانغبي شرعوا في التحرك والتعبئة من أجل الحوار المرتقب، حوار تقول الحكومة إنها اتخذت إجراءات تمهيدية من أجل تعبئة الأرض لتنظيمه، منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوقيف الملاحقة القضائية التي كانت متخذة بشأن بعضهم، إضافة إلى رفع إجراء السقف المحدد لعدد المسيرات الاحتجاجية أسبوعيا. تقول الحكومة باستعدادها لنقاش مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية مع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين سبيلا إلى الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 أشهر بين الرئيس ومعارضته. ولا تعارض المعارضة الحوار مع النظام في توغو، لكنها كما تقول لا تتنازل عن مطلب فتح الباب أمام التناوب السلمي على السلطة، بعيدا عن مقترح تحديد مأموريتين للرئيس بدءا من عام 2020 الذي سيشهد انتخابات رئاسية يشارك فيها الرئيس الحالي. تؤكد المعارضة أن النظام لا ينبغي أن يكون هو من يأخذ بزمام المبادرة والإشراف على تنظيم حوار سياسي معها، وتشهد توغو منذ حوالي 4 أشهر احتجاجات ومسيرات متواصلة تدعو نيسانغبي إلى مغادرة السلطة والسماح لغيره بتولي إدارة البلاد التي تولى رئاستها هو ووالده منذ نصف قرن من الزمن، وقد سقط 16 قتيلا كما أصيب العشرات بجروح منذ بدء المسيرات التي انطلقت بمبادرة من حزب سياسي معارض واحد قبل أن تنضم له لاحقا أحزاب في المعارضة يصل عددها اليوم إلى 14 حزبا سياسيا.